اهلا بيكم فيديو جديد في قناة عرفون، وهنتكلم عن واقي الشاشة او السكرين بروتكتور او السكرينة زي ما بنسميها في مصر، قطعة الزجاج او البلاستيك او السيليكون اللي بتركب على الشاشة. الجهاز اللي معانا النهاردة نوت 9، جالاكسي نوت 9. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل له لايك وشير، اعجاب ومشاركه، وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناتي. هنتكلم عن احنا مش هنتكلم عن طريقه تركيبها وازاي ممكن تركبها، احنا هنتكلم عن تجربتها. هل فعلا تستحق انك تركبها ولا لا؟ هل هي اصلا مطلوبه ولا لا؟ هو ده اللي هنتكلم عليه. البراند اللي هنركبه هو ده بانزر جلاس، من افضل البراند اللي فعلا موجوده في السوق في السكرين بروتكتور، من الدنمارك، دنماركي. هم دول ده اللي كاتبينه عليه ان هو مقاوم للصدمات ومقاوم للخدش، واطرافه دائريه، اداء كامل اللمس، سهل التركيب ومقاوم للبصمات. طيب هنا دي الرسومات اللي معموله عليه على العلبه، يعني ان هو برضو شوك ريزيستنس وسكراتش ريزيستنس، مقاوم للصدمات ومقاوم للخدش، و100% تاتش، يعني ما بيأثرش على التاتش بتاع الجهاز، وكمان ان هو سوبر جلاس، وكمان ايزي ايدج انستليشن، سهل التركيب من الحواف. طيب انا عايز بس اوريكم شكله ازاي. في بروز سنه، يعني بيعمل طبقه حوالي ملي او حاجه من الاطراف، يعني انسيابي جدا. في كمان من الجنب بروز سنه، في كمان خط رفيع لو تلاحظوه اللي هو ده بطول الشاشه الجانبيه، بطول الكيرف الانحناء بتاع الشاشه، موجود هنا موجود هنا كمان. نحاول نطفي الشاشه، يعني نفس الخط موجود اهو، يعني احاول ابينه اكتر للكاميرا، بس هو في خط صغير خالص على طرف الانحناء بتاع الشاشه يعني. طيب بالنسبه لان هو طبعا مقاوم للصدمات ومقاوم للخدش، اكيد طبعا، وليه اختبارات كثيره جدا على النت ان هو فعلا مقاوم للصدمات ومقاوم للخدش. في بس نقطتين عايزين نتكلم عليهم. موضوع ان هو مقاوم للبصمات اللي كاتبينها هنا، سعره 135 في مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية. هل هو مقاوم للبصمات؟ يعني إلى حد ما بحس إنه لا، مش مقاوم للبصمات 100%، يعني ممكن تبص تلاقي إيدك بتعلم عليه إلى حد ما، يعني بص لو حطينا بصمات كتير عليه يعني بتعلم إلى حد ما، يعني مش 100% مقاوم للبصمات. خلينا نمسحه ونحاول مرة تانية، يعني كده هو وهو سليم تماما، ولو حطينا عليه بصمات بتعلم، مع العلم ان انا صباعي نظيف. نعملها مرة تاني، يعني انا بحاول انظف صباعي اهو نفسه، واحط صباعي عليه، يعني في برضو بصمات، مش 100% مقاوم للبصمات. النقطة التانية اللي تهمنا، لما بتشغله بيحتاج انك تدخل في الاعدادات بتاعة الجهاز، من الاعدادات المتقدمة، دي الادفانسد فيتشر اللي هي الاعدادات المتقدمة، وتحت خالص هتلاقي التاتش سنسيتيفيتي، حساسية اللمس. ده اوبشن معمول علشان لو ركبت السكرين بروتكتور الواقي الشاشة، فبس تفعله. نقطة كمان لاحظتها انه بيعمل لمعة للشاشة زيادة عن اللمعة الأساسية اللي في الشاشة، يعني لمعة الشاشة الأصلية بتبقى عادية، لمعة ده يعني زيادة سنة صغيرة، تحس انه مديك تأثير المراية سنة زيادة عن اللمعة الأصلية بتاع الجهاز، يعني فيها جزء مراية مديلك إحساس المراية سنة بسيطة. يعني تأثير السكرين أو السكرين بروتكتور على الألوان وعلى لمعة وعلى التاتش صفر، مفيش اي تاثير على الالوان ولا على التاتش تماما، انا مش حاسس باي تاثير. انا شخصيا شايف انه ضروري جدا، على الاقل بيحمي الشاشه من الكسر، بيجي معاه كمان يعني حاجات اضافيه لتنظيف الشاشه. انت ضامن على الاقل ان الشاشه محميه من الكسر. نقطه اخيره عايز اتكلم عليها، لما تركب الكفر السيليكون اللي جاي مع الجهاز، فلما نركب الكفر السيليكون اللي هو اصلا جاي في العلبه مع الجهاز، تلاحظ ان الاطراف مش متلامسة، وبالتالي هم يعني مثاليين لبعض، مناسبين جدا لبعض. ده الطرف بتاع السيليكون اهو، وده الطرف بتاع السكرين بروتكتور او واقي الشاشة او السكرينة بالمصري، في بينهم مسافة لو تلاحظوها، فده شيء جيد. كمان من تحت، من تحت كمان، يعني احاول اخليها احسن شوية للصورة،
تلاحظ ان هو ده الطرف بتاع السيليكون اللي جاي من على الجهاز، وفي مسافة بينه وبين السكرين بروتكتور او السكرينة بتاع الشاشة، فده شيء جيد يعني ما فيش بينهم تلامس. وبالتالي لما تركب هنا كمان واضحة شوية، وبالتالي لما تركب السكرين بروتكتور مع او السكرينة مع الكفر الاصلي اللي جاي مع الجهاز مش هيتلامسوا، وده يديك انطباع انه يعني جيد ممكن تركبهم هما الاثنين. سعرها من الانترنت حوالي 40 او 50 دولار في اكتر من مكان، نفس السعر تقريبا في السوق السعودي حوالي 120 او 150 ريال، فيبقى تشتريها من محل في السوق احسن من النت. احب في اخر الفيديو اشكر احمد عبدو من احسن المشتركين في قناتي، هو اللي اداني الفكرة وهو اللي نصحني بيها وانا ركبتها بناء على نصيحته. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك وشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناتي، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.